بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بأبنائنا الطلبة في مشروع النافذة الإلكترونية التي تتبناها المنطقة الغربية التعليمية، ونستكمل معا دروس الصف 11 العلمي في مادة الأحياء، ودرس اليوم بعنوان تنوع وتصنيف النباتات. انتقلنا من الطحالب إلى عالم النبات. ما الذي يميز النباتات عن الطحالب؟ تحدثنا في الطلائعيات أنها كائنات حية لا تمتلك تخصص في أنسجتها. يكون الآن يمكن أن نقول أن النباتات تتميز بتخصص الأنسجة. هذا أول شيء بيميز النباتات. الشيء الآخر اللي بيميز النباتات أن الأعضاء التكاثرية أصبحت واضحة وتؤدي أدواراً ثابتة. كذلك دورات الحياة، تمتعت هذه النباتات بدورات حياة تتدرج من سيادة للطور المشيجي إلى الطور البولي، وسنفسر بالتفصيل ما معنى هذه السيادة. نعلم جميعا أن عالم النبات تتميز خلاياه بأنها تحتوي على السيلولوز في الجدر الخلوية، وأن الخلية النباتية تتميز بوجود فجوة كبيرة في وسط الخلية، والنواة تكون لا مركزية. أيضا يوجد خيوط سيتوبلازمية توصل بين الخلايا النباتية بعضها وبعض، تسمى خيوط البلازموديزماتا. ونبدأ الآن في شرح تصنيف النباتات. تصنيف النباتات، اتفقنا أن التصنيف يتم على أساس التخصص أولا، ثم سيادة الطور البوغي أو الطور المشيجي. في البداية النباتات تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول النباتات اللا وعائية. هذه المجموعة من النباتات لا تمتلك أنسجة توصيلية. ما معنى أنسجة توصيلية؟ الأنسجة التوصيلية هي نسيج الخشب ونسيج اللحاء، أي النسيج الذي يقوم بامتصاص الماء والأملاح وتوصيله إلى أجزاء النبات المختلفة، ونسيج اللحاء الذي يقوم بنقل المواد المصنعة في الأوراق إلى الأجزاء المختلفة، سواء كانت مناطق التخزين في النبات أو المناطق التي يستفيد منها النبات في عمليات الأيض المختلفة. الآن النباتات اللاوعائية التي لا تمتلك هذه الأنسجة، والقسم الثاني النباتات الوعائية. النباتات اللاوعائية المشهورة عندي هي الحزازيات. الحزازيات تحتوي على عدة أقسام، منها حزازيات قرنية، منها حزازيات حقيقية، منها حزازيات كبدية. ولكن سنتطرق للشرح للحزازيات الحقيقية كما فصلها في الكتاب. أما كنظرة سريعة على الحزازيات الأخرى اللي هي الحزازيات الكبدية، المقصود بها الحزازيات المنبطحة على الأرض ليست قائمة. يبقى أنا اليوم سأركز على الحزازيات القائمة فقط اللي هي المثال عندنا الفلوناري. أما الحزازيات الكبدية والقرنية فيكتفي أن نعرف مسماها فقط. فالنباتات اللاوعية مثل الحزازيات هي نباتات لا تحتوي على أنسجة وعائية، يعني ليس فيها خشب ولا لحاء. وننتبه جيدا لهذه الكلمة، لا تحتوي أنسجة وعائية. يبقى السؤال هنا، هل لا تنمو الحزازيات لأطوال أو لارتفاعات
كبيرة. ها؟ عرفنا الإجابة. لا يوجد، لأنه لا يوجد بها أنسجة وعائية. يعني عندي هذا النبات لا يمتلك خشب ولا لحاء، فكيف يصعد الماء الممتص من الجذور إلى أعلى النبات؟ لا يستطيع الارتفاع لعلوات كبيرة لأنه لا يوجد خشب ولا لحاء، وتمتص هذه النباتات الماء عن طريق أجزاء الجسم المختلفة. لو شفنا رسمة لهذا النبات كمثال اللي هو نبات الفيونارية، بنجد انه عنده مجموعة من أشباه الجذور، يعني تشبه الجذور، ومجموعة من الأوراق أو أشباه الأوراق بهذا الشكل. هذا هو النبات، سميه النبات المشيجي. يبقى دي أوراق أو أشباه أوراق، وده أشباه إيه؟ جذور. ليست جذور حقيقية لأنها لا تحتوي على أوعية الخشب أو أوعية اللحاء، وظيفتها هي التثبيت أيضا، ولكن الامتصاص وانتشار الماء يتم من جميع أجزاء النبات. يعني ممكن الامتصاص يتم عن طريق خلايا الورقة أو عن طريق خلايا الجذور أو أي جزء من هذا النبات، وليس امتصاص ونقل بالمعنى الموجود في النباتات الوعائية. لماذا سمي هذا النبات بالنبات المشيجي؟ لأنه يحمل أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث. إذا عندما يوجد في النبات أعضاء تذكير وأعضاء تأنيث أسميه النبات المشيجي. بيكون عنده السابحات الذكرية من الأنثريدة، اللي هي بتبقى عبارة عن سابحة ذكرية مصوتة لها صوت تسبح إلى البويضة وتلقحها، فتتكون البويضة المخصبة أو اللاقحة أو الزيجوت، وعندما تنبت تنبت على نفس النبات ثم تنمو بهذا الشكل على نفس النبات، وتكون في الآخر علبة بها أبواب، وسنأخذ ذلك بالتفصيل في دورة الحياة كيف يتم الإقصاء وكيف يحدث تكوين للأبواب وكيف تنقسم الأبواب وكيف تنبت لقاط خيط أولي ثم نبات كامل مشيجي. هذه الدورة سوف نراها فيما بعد، ولكن أريد أن أركز على شيء مهم. هذا النبات يوجد فيه سيادة للطور المشيجي على الطور البولي. ما معنى سيادة؟ يسود عليه، يعني هو الذي يطعمه، هو الذي يتحكم في تغذيته. يعني الأوراق هي تقوم بعملية البناء الضوئي، ثم يمتص هذا النبات البولي، هذا النبات البولي بيمتص الغذاء جاهز من النبات المشيجي. لذلك يسمى النبات المشيجي هو السائد في دورة الحياة. لذلك نطلق على هذه النباتات أنها نباتات غير متطورة. التطور الأوراقي يكون في النباتات التي يسود فيها الطور البولي، يعني الطور المشيجي. سبق لأوانه هذا الكلام، لأننا سوف ندرس هذا الكلام بالتفصيل في دورات الحياة. أما الآن فهذا النبات هو الفيونارية، يتبع الحزازيات، وهي نباتات لا وعية تنمو في الأماكن الرطبة التي تحتوي على مياه كافية، يعني لابد من وجود الرطوبة. علم، لا تنمو هذه النباتات، علم، لا تنمو الحزازيات إلا في الأماكن الرطبة. سبب من الأسباب، الإجابة
العليا، ولكن السبب الإضافي أن السابحة الذكرية تحتاج إلى الماء للوصول للبويضة، يعني إذا غاب الماء لن تصل السابحة إلى البويضة، وبالتالي تنقطع دورة الحياة ولا تستطيع الاستمرار. نرجع إلى النباتات الحززية. صنفها علماء البيئة، نرجع لعلماء البيئة، إن هي من الكائنات الرائدة. ما معنى كلمات نباتات رائدة؟ نباتات رائدة اللي هي التي سادت في المراحل الأولى لتعاقب النبت. مثال، لو عندي رصيف وحصل فيه تشققات وبدأ ينمو فيه بعض النباتات، في الأول بتكون طحالب خضراء وقشونات، ثم يتطور إلى بعض الحشائش. من هذه النباتات الرائدة اللي بدأت في البداية الحززيات، لأنها تتميز بدورة حياة سريعة، وتتميز بانتشار سريع وتكاثر سريع، وهي التي استطاعت إفراز الأحماض لتفتيت الصخور وتكوين التربة الأولية التي أدت إلى تكوين التربة الزراعية بعد ذلك. من أهمية الحزيات نبات اسمه السفجنم، وهذا يستخدم كفحم في البيت، يتم تجفيفه وحرقه للاستخدام في التدفئة، كما تستخدم أيضا في امتصاص الماء وتوطيب بصيلات النباتات التي تصدر. ما معنى ذلك؟ أنا لما بصدر نبات لابد أن يحتفظ بالرطوبة حتى لا يتخلل الماء الهواء أنابيب نقل الماء والأملاح، يعني لا تتسلل فقاعات الهواء إلى عمود الماء فينقطع، فلا بد أن أنا أحافظ على جذور هذه النباتات رطبة. فبنقوم بتجفيف بعض هذه النباتات، هي لها قدرة كبيرة على الامتصاص، ولف بصيلات النباتات أو الأزهار التي يتم تصديرها من بلد إلى آخر بهذه الحززيات لتحتفظ البصيلات بالماء فترة كبيرة وتصل إلى البلاد المصدرة إليها في شكل ناضر وغير جافة. النباتات الوعائية، ننتقل إلى القسم الآخر. النباتات الوعائية إذا قسمتها أقسمها على حسب تكوين البذور، يعني هيكون نبات وعائي فيه خشب ولحاء ولا يستطيع تكوين البذور يبقى سميه نبات لا بذري. يبقى النباتات الوعائية التي لا تكون بذور نسميها لا بذرية، نصلحها بقى لا بذرية. طيب إذا كانت بتكون بذور أسميها نباتات إيه؟ بذرية. طيب هي لا تكون بذور، كيف تتكاثر؟ هذه النباتات المثال عليها السرخسيات اللي هتكون بدراسته، والمثال اللي عندي في الكتاب كزبرة البئر أو الأديانطم، نبات أوراقه بهذا الشكل. النبات السرخسي يحتوي على أوعية، لذلك يستطيع النمو لارتفاعات كبيرة. وفي العصور الجيولوجية القديمة أدى وجود هذه النباتات السرخسية إلى تكوين الغابات الفحمية، اللي هي كونت الفحم بعد ذلك بعد ما طمرت، والفحم اللي بيستخرجوه من بطن الأرض النظرية الجيولوجية تقول أنها من تكوين السرخسيات. يبقى لما انتقلنا من الحزيزيات السرخسيات، الحزيزيات كانت لا تنمو لارتفاعات عالية، كانت تتراوح طولها بين سنتي وسنتي ونص، ولكن في النباتات البذرية أصبحت بعشرات الأمتار. ما الذي ساعد على ذلك؟ وجود أوعية الخشب واللحاء التي نقلت الماء والأملاح إلى ارتفاعات عالية. والسرخسيات تتميز بدورة حياة، دورة حياتها يسود فيها الطور البوغي اللي هو في الأوراق الآن،
هو الذي يسود على الطور المشيجي. الطور المشيجي بيكون عبارة عن نبات قلبي صغير بهذا الشكل، يبقى ده المشيجي. هو اللي بيحمل ايه؟ ها؟ الانفريدة والارشيجونة. الانفريدة والارشيجونة اللي هي عضو التذكير وعضو التأنيث، والبويضة بعد ما تخصب سنتطرق إليها بالتفصيل بعد، بينمو النبات اللي هو بنسميها ورقة سرخسية، وطبعا بيتكون فيها رايزوم في أسفل هذه الورقة. يبقى بتكون الرايزوم وينمو على الرايزوم الورقة السرخسية. هذه الرايزومات لها فوائد في زراعة النباتات، حيث تكون جذورها تكون تربة صناعية زي تربة البتمس. من أشهر النباتات أيضا في المنطقة الآن هي نباتات كلها تعيش محمية، انتشرت زيادة عن الحزيات لأن استطاعت تمتص الماء والنهر. كزبرة البئر بتعيش في حواف الآبار، والنبات المشهور في الدولة اللي هو نبات بيسموه نبات الخنشار، وهو نبات بيكون على شكل أوراق سرخسية اللي هنشوفه معانا في الصورة دلوقتي، هيعرض في الصورة ورسمته بهذا الشكل. طبعا بيكون على الحواف بتاعت الأوراق بثور اللي هي عبارة عن الأبواب، لذلك سميها النبات البول. والنبات المشيجي في دورة الحياة يعني بيختصر دوره على فترة وجيزة جدا وبعدين بينتهي، ويظل النبات السائد هو النبات البولي بعكس النباتات الحزازية. بالنسبة للنباتات البذرية أيضا تقسم إلى قسمين. القسم الأول معرات البذور، والقسم الثاني مغطات البذور. معرات البذور من أشهر الأمثلة اللي هندرسها، هي مجموعة كبيرة عدد من الأقسام، ولكن سنقتصر في دراستها على النباتات المخروطية. النباتات المخروطية اللي مشهورة عندنا اللي هو نبات الصنوبر. بتكون هذه النباتات معظمها أوراقها إبرية، تحتوي على مخاريط بهذا الشكل، مخاريط مذكرة ومخاريط مؤنثة. المخروط قطاع طولي فيه بهذا الشكل، بنجد البويضات متراصة على المخروط بهذا الشكل، وأيضا حبوب اللقاح بتكون على المخروط الذكري. لو رسمنا المخروط الذكري بهذا الشكل بنشوف هنا أكياس حبوب اللقاح. أكياس حبوب اللقاح بينتشر منها حبوب اللقاح وتصل إلى البويضة وتخصبها، وتتكون البذور عارية على حراشف هذه المخاريط وبتسقط على الأرض وبتتم دورة الحياة. يبقى معرات البذور هي نباتات وعائية تنمو لارتفاعات كبيرة جدا، ولكن اللي بيميزها إن هي بتتكاثر بمخاريط مؤنثة ومخاريط مذكرة، والأوراق بتاعتها بتكون إبرية، وهندرس بالتفصيل تركيب الساق والأوراق. ما أوجه التمييز بين ذوات الفلقة وذوات الفلقتين؟ سنتحدث في هذا الجدول عن أوجه المقارنة، ونشرح بالرسم كيف نميز بينهم. يبقى
المربع الأول وجه المقارنة بين ذوات الفلق الواحدة وذوات الفلقتين. المقصود بهذا الكلام أنني أستطيع أعرف هذا النبات إلى أي قسم ينتمي، ذوات الفلقة أو ذوات الفلقتين، بمجرد النظر إليه أو من خلال قطاع عرضي فيه أو من خلال شكل البذرة. فدعونا نتحدث أولا عن البذرة، هل هي ذات فرقة أو ذات فرقتين؟ من النباتات ذوات الفلقة نبات الذرة. لو نظرنا إلى بذرة الذرة نجد أنها بهذا الشكل، تتكون من فلقة واحدة، عند الإنبات نجد الجذور العرضية بهذا الشكل، ثم إنبات البادرة. هذه النباتات أو هذه البذور تسمى بذور إندوسبرمية، أي المادة التي يتغذى عليها الجنين ويتبقى الجزء منها تسمى الإندوسبرم. يبقى إندوسبرمية أو ذوات فرقة واحدة اللي هي البذرة، ومثلها أيضا بذور التمر أو البلح، وكذلك القمح أو البر أو الشعير. ذوات الفلقتين مشهورة جدا كلنا نعرفها، بتكون البذرة عبارة عن قسمين أو فلقتين بهذا الشكل زي الفاصوليا، ونفس العدس. أيضا نجد أن البذرة بتكون مكونة من فلقتين، نفس الفول. أيضا الفول بعد ما بنتخلص من القصرة اللي موجودة في الخارج، لو حطيناها في شمال يعني نقع فيه بعض الماء، بنجد أن الفرقة تتكون من قسمين بهذا الشكل، فهي من النباتات ذوات الفلقتين. نفترض أنا لم أحصل على بذرة النبات، أمام النبات ليس له بذور، وأريد أن أصنفه مع ذوات الفلقة أو ذوات الفلقتين. أول شيء أنظر له الجذور. خلاص البذرة مش موجودة، أنظر لجذور هذا النبات. فإذا وجدت البذور تنمو على شكل ليفي عرضي بهذا الشكل، يبقى هذا النبات من ذوات الفلقة الواحدة، نفس نبات البصل. أيضا لو لاحظت نبات الذرة بجد البذور تنمو بشكل عرضي بهذا الشكل على شكل ليفة، كذلك النخيل وباقي أعضاء ذوات الفرق. أما ذوات الفرقتين فجد أن الجذر بيكون وتدي أصلي بهذا الشكل، والجذور العرضية بتخرج منه من الجذر الابتدائي أو الجذر الوتدي بهذا الشكل. نفس الطماطم، نفس الفاصوليا، وقص على ذلك النباتات الأخرى. وممكن يكون جذر وتدي ولكنه امتلأ بالمواد المدخرة، يبقى الغذاء المدخر، زي ممكن نقول الجزر كمان أو النفط أو هذه النباتات، أيضا من ذوات الفلقتين. ننتقل إلى الجزء الآخر الذي يمكن أن أميز به بين ذوات الفلقة وذوات الفلقتين، وهو الورقة. يعني إذا كان تعرق الورقة بشكل متوازي وليس متقاطع أو متشابك،
يكون من ذوات الفلق. مثال: نبات الذرة بجد ان العروق بتكون متوازية بهذا الشكل وليست متقطعة. حتى لو العرق الوسطي في الوسط بهذا الشكل بشوف النبات زي نبات الموز، العروق متوازية ومتقاربة جدا، تكون متقاربة بشكل لافت لا يوجد بينها تقاطعات، ودي ذوات الفرقة. يبقى هنا العروق متوازية. طيب لو انتقلنا إلى ذوات الفلقتين، هجد الورقة ممكن تكون بشكل راحي أو بشكل ريشي. اللي أنا برسمه ده شكل ريشي بهذا الشكل. بنشوف كيف تتقاطع، بتتعمل في الداخل شبكة من الأنابيب أو العروق بهذا الشكل، ده بنسميه تعرق ريشي، عامل زي ريشة النبات، وبيبقى فيه شبكة في الداخل أو ريشي شبكي بهذا الشكل. في التعرق الريشي الراحي، يعني نجد ورقة النبات تأخذ هذا الشكل وبعدين تبدأ تتعرق على شكل راحة اليد على شكل شبكة، يبقى ده التعرق اللي بسميه تعرق ايه؟ شبكي راحي، شكل راحة اليد. طبعا من الأمثلة المشهورة في هذه النباتات ورق الكافور، ورق السباء، أي ورق، يعني ممكن ورق التوت بالشكل الشبكي الراحي، ورق العنب شبكي راحي، تعرق ريشي شبكي، ورق البرتقال، ورق التفاح بهذا الشكل. وبذلك نكون قد قارنا بين شكل الورق. المقارنة الأخيرة قبل الأخيرة آسف المقارنة قبل الأخيرة بين السوق. الساق في ذوات الفلقة من خلال القطاع العرضي، لو عملت قطاع عرضي وقطاع عرضي في ذوات الفلقتين كيف أميز بينهما؟ نشوف. اتفقنا أن هذه النباتات هي نباتات وعائية. لو عملت القطاع بهذا الشكل بجد الطبقة الخارجية من الخلايا بسميها خلايا البشرة، وبعد ذلك توجد خلايا النسيج الأساسي اللي هي خلايا ايه؟ خلايا القشرة بهذا الشكل، وبعدين هذه الخلايا هيوجد في وسطها النسيج ايه؟ نسيج الوعائي. النسيج الوعائي هو الذي يميز ذوات الفلقة من ذوات الفلقتين في توزيعه، يعني لما بنتهي من رسم هذه الخلايا بهذا الشكل، طبعا الخلايا لا تكون متقاطعة، يعني تكون ايه؟ متجاورة بهذا الشكل غير متقاطعة. بجد الحزم الوعائية اللي هي الخشب واللحاق بتتوزع في شكل حزم، ها؟ بهذا الشكل. هذه الحزم لا تكون مرتبة أو منتظمة في ذوات الفلقة الواحدة، بشوفها معايا كده بلاقيها موزعة في القطاع العرضي بدون انتظام بهذا الشكل في أي مكان، بجد توزيع أوعية الخشب واللحاق. طيب بالنسبة لذوات الفلقة ما الفرق؟ الفرق واضح جدا ان عندي هنا بتتوزع في أوعية الخشب واللحاق بشكل منتظم في شكل دائرة بهذا الشكل، ده أوعية الخشب وأوعية اللحاق تتوزع في شكل دائرة بهذا الشكل. ونكمل مع بعض رسم الخلايا اللي هي بتاعت النسيج الأساسي، يبقى نشوف المقارنة بين الاثنين.
طبعا في الخارج اللي هو نسيج ايه البشره، ولكن السرعه حتى لا نتاخر في هذا الرسم. شوف التوزيع واضح جدا، ده توزيع عشوائي، انما التوزيع هنا بيكون على شكل دائره او شكل قطري في دائره محدده داخل هذا النبات. ده القطاع العرضي في الساق، وده القطاع العرضي في الساق لذوات الفلقه، وده ذوات الفلقتين. المقارنه الاخيره بين ذوات الفلقه وذوات الفلقتين بتتضح من الزهره في قمه المتعه عندما تفهم كيف تفرق بين ذوات الفلقة وذوات الفلقتين من خلال شكل الأزهار. يعني لما ألاحظ الزهرة من الخارج بجد إن لها تويج، يعني التويج بهذا الشكل توجد الزهرة بهذا الشكل. إذا وجدت ثلاثة أوراق كالموضحة في الرسم فهو من ذوات الفلقة، اللي هو الورق الأول الملون البتلات اللي موجودة في زهرة النبات، إذا كانت بهذا الشكل فهي من ذوات الفلقة أو مضاعفاته. يبقى دول كم ورقة؟ واحد اثنين ثلاثة. يبقى ثلاث اوراق او مضاعفاتها بتكون من ذوات ايه؟ من ذوات الفلقه الواحده. يعني ست اوراق في محيطين، انتبه لكلمه محيطين، يعني ثلاثه وفوقهم ايه؟ ثلاثه مركبين بهذا الشكل، ثلاثه اخريات بهذا الشكل. يبقى ذوات الفلقتين يبقى ثلاث او مضاعفاتها، يعني سته تسعه 12، ولكن كل ثلاثة يكونوا في ايه؟ في محيط واحد. عشان هناخد في ذوات الفلقتين، ممكن الاقي الزهرة بتلاتها بهذا الشكل. خلينا ارسم لكم زهرة ايه؟ الجرجير. هو عينة اسمها العينة الصليبية، او عينة بنسميها كروسيفري. نشوف هنا كم بتلة او كم ورقة في الكاس في التويج. واحد اثنين ثلاثة اربعة، واحد اثنين ثلاثة اربعة. يبقى لما يكون عندي اربع اوراق في التويج في محيط واحد او ثمانية في محيطين، يعني اربعة ثانيين غيرهم، او 12 في ثلاث محيطات، يبقى دي من ذوات ايه؟ الفلقتين. طيب لو هم خمس اوراق، يعني لو رسمت الزهرة بهذا الشكل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طبعا اللي أنا برسمه نبات أو زهرة نبات اسمه نبات الوينكا، بتبقى الزهرة بهذا الشكل، خمس أوراق في محيط واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أو عشرة في محيطين، أو 15 في ثلاث محيطات. يعني لو رسمت محيط 1 2 3 4 5 محيط، وبعدين جيت رسمت محيط ثاني فوقه، وبعدين رسمت محيط ثالث 1 2 3 4 5، أصبحت كام؟ 15. 15 ورقة. طب ما في هنا 15 ورقة، يعني 12 15، ما الفرق بينهم؟ ان ال 15 دول في كام محيط؟ ثلاث محيطات. طيب وال 15 هنا في كام محيط؟ في خمس محيطات. يبقى اللي استنتجه من هذا الكلام ايه؟ ان الزهره في ذوات الفلقه ثلاث اوراق، ثلاث بتلات في محيط واحد او مضاعفاتها في عده محيطات، وإيه؟ في ذوات الفلقتين أربعة في محيط واحد أو
ثمانية في محيطين أو للآخر يعني، وممكن تكون خمسة في محيط واحد أو عشرة في محيطين، يعني في عدة محيطات. والأشهر في هذه النباتات يعني الكروسيفري أو العائلة الصلبية هي اللي بتحتوي على أربع ورقات وهي قليلة شوية، إنما السائد فيها اللي بيكون خمسة في المحيط أو أكثر في عدة محيطات. لأي مجموعة ينتمي النبات في الصورة أمامك؟ الإجابة صحيحة، نعم ينتمي للمخروطيات وهي وسيلة التكاثر في هذه الأنواع من النباتات. الصورة أمامك توضح زهرة لأحد النباتات، والمطلوب منك معرفة هل ينتمي هذا النبات إلى ذوات الفلقة أم ذوات الفلقتين، علما بأن عدد الأوراق الزهرية ثلاثة في أكثر من محيط. نعم ينتمي إلى ذوات الفلق. الصورة أمامك توضح قطاع عرضي في ساق لأحد النباتات، والمطلوب هو معرفة هل هذا النبات من ذوات الفلقة أم من ذوات الفلقتين مع التعليل. الإجابة، هذه الصورة لقطاع في ساق نبات من ذوات الفلقة الواحدة، وذلك لأن الحزم الوعائية تنتشر في مجمل الساق بتوزيع غير منتظم كما نرى. اذكر سببين لتصنيف النبات أمامك مع النباتات ذوات الفلقتين. الإجابة، السبب الأول هو احتواء هذا النبات على الجذر الوتدي، الأصل الوتدي كما نرى، على الرغم من أنه منتفخ نتيجة تخزين المواد الغذائية. السبب الثاني شكل التعرق الشبكي لأوراق هذا النبات. ماذا يسمى هذا النبات الموضح في الصورة؟ هذا النبات هو نبات الخنشار، وهو من النباتات السرخسية التي ذكرنا في الشرح أنه ينمو في مناطق مختلفة من الدولة، ولكن بشكل محمي وخاصة في الفنادق وفي المطاعم. ويظهر النبات أو تظهر الصورة الأوراق السرخسية لهذا النبات. أرجو أن أكون قد وفقت في إيصال بعض المفاهيم. أترككم في رعاية الله وتوفيقه، وإلى لقاء في حصص قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.